صباح الخير. صباح النور. هاي هاي. مالك صممت تيجي معايا علشان تقولك فكرتها بنفسها؟ انا عندي واحده صاحبتي كانت بتشتغل في شركه البحيري وسابت الشركه. ممكن اظبط لك معاها ميتنج لو حابه، يعني احتمال تكون عارفه اي حاجه عن الديرت ورك بتاع البحيري. غريبه. اللي غريب ليه قررتي تساعدينا فجاه كده ومن غير اي سبب؟ والله كل الحكاية أنا شايفة أن موضوع البحيري ده مهم جداً ولازم يتفتح قدام كل الناس، بس لو مش حابين ولا أكيني قلت أي حاجة. طب أنت إيه اللي مخليكي متأكدة أن صاحبتك دي هتبيع البحيري عشانك؟ لا I know جيجي very well، وبعدين مش هنخسر أي حاجة لو سألناها. طب إيه رأيك تقابليها لوحدك؟ أكيد هتبقى مستريحة معاكي وهي بتتكلم. أوكي. آه صحيح، هو أنت هتمشي من القناة؟ أنا آسف، بص أنا بس يعني وقعت بلساني قدام أميرة، فواضح إن هي نشرت الخبر. هو فعلا كل الناس في القناة بتتكلم عن الموضوع، كل ما أروح حتة ليهم بيرغوا فيه. بص يا أم كونسيدرينج، أصله أوفر ما يترفضش، بس أنا لسه ما خدتش قرار. طيب لو هتمشي ليه لسه بتنفستيجيت في موضوع البحيري؟ لأن البحيري لازم يتفضح، لو أنا في القناة دي أو في أي قناة تانية. الملف ده مش هيتقفل.